الشعبانية بالاعتذار الذي قدمه السفير الأمريكي في العراق جيم جيفري عن عدم دعم حكومة بلاده لانتفاضة العام 91، بل على العكس فإن الاعتذار الأمريكي يبدو أنه فتح الباب للمطالبة بمحاكمة من تعتبره الحركة مشاركا في قمع الانتفاضة، وفي مقدمتهم رئيس الولايات المتحدة آنذاك جورج بوش الأب. الاعتذار أن يكون رسمي من رئيس الحكومة الأمريكية جورج بوش الأب، نريده أن يعلن اعتذاره الكامل، وبعدها سوف نقوم بمقاضية الحكومة الأمريكية وبالأخص بوش. لدينا تحركات واسعة بهذا الخصوص، ومن خلال الإخوان أعضاء مجلس النواب الموقر لدينا أيضا خطوات ناجحة في هذا الاتجاه، وإن شاء الله من خلال جمع التوكيلات إلى بالنسبة لضحايا الانتفاضة الشعبانية نجمع هذه التوكيلات ونقوم باتخاذ القنوات القانونية لغرض تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام دولي. ولم تقف كتلة الانتفاضة الشعبانية عند هذا الحد، بل اتهمت السفير الأمريكي بأن اعتذاره جاء بهدف منه لكسب ود الشارع العراقي لأغراض سياسية. لهم الآن مصالح سياسية، يعني يعرفون بحجم الانتفاضة الشعبانية في الشارع العراقي، وبالنتيجة يحاولون كسب الانتفاضة الشعبانية يعني كمشاعر إلى صفهم، على اعتبار أنهم ناس إنسانيين وناس قدموا ديمقراطية للعراق. وكان السفير الأمريكي قد قدم اعتذاره للسياسة وزعماء العشائر العراقية في خطوة وصفها الإعلام الأمريكي بغير العادية، خاصة وأن الموقف الأمريكي في العام 91 لو كان مشابها للموقف الأمريكي الحالي من الثورات العربية لربما كانت الأوضاع مختلفة في البلاد بحسب مراقبين. أيسر جبار، السومرية.